اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله الاخباريه من الان التي نخصصها للحديث حول ازمه فيروس كورونا. كعادتنا تنضم الينا وتصحبكم معي في هذه الجوله الاخباريه الزميله مروه ناصر التي تترجمها الى لغه الاشاره. وجهت الدكتوره شيرين الجيار استشاري طب الاطفال والتغذيه العلاجيه بمستشفيات جامعه القاهره زوجه الشهيد الدكتور هشام الساكت وكيل كليه طب القصر العيني لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، وجهت رساله لاطباء مصر قائله: نحن على العهد والقسم مش هنتخلى عن المريض مهما كانت الظروف. نتابع. انا الدكتوره شيرين الجيار زوجه الاستاذ الدكتور هشام الساكت. انا هنا النهارده عشان اتكلم عن هشام كطبيبه وليس كزوجه. هشام يعتبر بالنسبه لي رول موديل، لانه قدوه لكل شباب الاطباء اللي هم محتاجين يشوفوا هو عمل ايه في حياته المهنيه. هشام ادى حياته كلها ووقته كله لشغله. كان ممكن مجرد ان هو يبقى في مريض محتاجه مهما كنا مسافرين ولسه واصلين في مكان سفر يرجع تاني عشان يلحق المريض ده. كان بيسافر ويعمل مجهود كبير جدا عشان يعمل قوافل طبيه يلف بيها مصر من شرقها لغربها ويوصل فيها للمريض اللي محتاج في قرى والنجوع عشان يقدم خدمة طبية هم محتاجينها ما يقدروش ينتقلوا للمدينة عشان يلاقوها. هشام فضل يشتغل لحد آخر دقيقة في حياته. هو جاله كورونا، وأول ما جت جائحة الكورونا كان الشيء الطبيعي إن هو يخفف من شغله أو إن هو يسنيني أنا كزوجة عن شغلي عشان يبقى خايف علينا أو خايف على عيالنا. لكن كان دايما يقول لي إحنا دلوقتي ده الوقت اللي نوفي بيه بعهدنا قدام ربنا وعشان المرضى. ففضل بالعكس يشجعني وفضلنا نشتغل انا وهو لحد ما اصابنا المرض. طبعا من الله عليه بالشهاده وانا قمت. لو كان هشام عايش كان مجرد ما هيقدر انه يشتغل ويقف على رجله كان هيرجع شغله. وانا ان شاء الله هرجع شغلي. مش احنا بس اللي بنعمل كده، زمايل كتير ليا اصيبوا بالكورونا وعانوا كتير في المرض، ومع ذلك مجرد ما من الله عليهم الشفاء رجعوا بسرعه واشتغلوا نزلوا شغلهم بالرغم من كل التحديات من كل الصعاب اللي احنا بنواجهها من الخوف من ممكن كمان مشاكل بنقابلها. احنا ممكن نشتغل عليه عشان نحسن ونحسن، لكن ده مش معناه ان احنا نتخلى عن المريض، لان في الاخر عهدنا امام الله مش مجرد عهد البني ادمين بس. فهم دول دكاترة مصر وهم دول أطباء مصر، ولازم نفضل كده لمصر وللمرضى أمام الله على العهد والقسم. كانت هذه زوجة الشهيد هشام الساكت الذي توفي أو جراء الإصابة بفيروس كورونا، ويعتبر الأطباء كما تعلمون هم خط الدفاع الأول في هذا المرض وفي هذه الأزمة. يعاني القطاع الطبي في كل دول العالم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أنهم خط المواجهة الأول للتعامل مع الفيروس وأنقاذ المرضى، ولذلك تحدث مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية أكثر من مرة عن أعداد إصابات ووفيات الأطقم الطبية في كل دول العالم، لكن تلك الأرقام بالمقارنة بالوضع في مصر قد تفاجئك، حيث تعد مصر من أقل الدول في عدد الإصابات في الأطقم الطبية. في هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في وقت سابق أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد تسعى الوزارة جاهدة لحماية أطقمها الطبية خلال مواجهتهم لفيروس كورونا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بتوفير أقصى سبل الرعاية الطبية للأطقم الطبية، مشيرة إلى حرص الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية. ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لكافة الأطقم الطبية وأسرهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودهم وما يبذلونه من تضحيات غالية لحماية شعب مصر العظيم. للمزيد من التعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سعيد مأمون مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية. دكتور سعيد مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية وكل عام وأنت بخير. ربما استمعت معي إلى زوجة الشهيد الدكتور هشام الساكت الذي وفته المنية جراء الإصابة بهذا المرض، وكما نعلم الأطباء هم خط الدفاع الأول في هذه الأزمة، هم خط الدفاع الأول عن المواطنين عن المجتمع. كيف ما الذي يمكن أن نقوله في هذه الأزمة وفي هذا الإصرار الكبير من قبل الأطباء والعاملين ومن أعضاء الفرق الطبية المختلفة بجميع مستشفيات الجمهورية الذين يصرون على مواصلة عملهم بالرغم من المخاطر الجامة؟ حضرتك وكل سنة ومشاهديك بخير يا رب. أولا هو نسيج المواطن المصري ما بيختلفش، زي ما هنقول رحم الله شهداء مصر من الجيش والشرطة ومن الأطباء، وبرضو تقديرنا للمصابين في الجيش والشرطة ومن المصابين من الأطباء
هو نسيج واحد، ما بنقدرش نقول ان ده مختلف عن ده. وبرضه انا عايز يعني انوه ان الاطباء والفريق الطبي بالكامل عمرهم ما هيتخلوا ولا هيتخلوا عن واجبهم، ده لان ده واجب باحساسنا وبمشاعرنا لازم ان احنا نعمل ده. وعايز اقول لحضرتك جزئيه تخصيص جزء من الاسره مستشفيات العجز للفريق الطبي. اقول لحضرتك مثلا نموذج عندي انا في اسماعيليه، وعندي مستشفى ابو خليفه للعزل او الحجر الصحي، تعتبر ثاني مستشفى خصوصا في مصر لعلاج مصابي فيروس كورونا. احنا ما بنفرقش هو المصاب اللي عندنا وما بنقسموش مستويات، كل الناس بتلقى نفس الخدمه الطبيه. بدانا تشغيل يوم 8/3، يوم 11/3 جالنا بعض العاملين في القطاع الصحي كبين تمريض واطباء وخلافه، كويس كلهم بيلقوا نفس الرعايه ونفس الاهتمام. في جزئيه الاهتمام بالفريق الطبي، احنا الاول كتجربه ان احنا بنعملها وبدانا تشغيل مستشفى او عندنا مستشفيات اخرى خاصه بالاشتباه، كان اهتمامنا واهتمام وزاره الصحه ازاي ان احنا ندرب الفرق الطبيه دي على الاحتياطات القياسيه بتاعت مكافحه العدوى واجراءات التعامل داخل الاقسام المختلفه، الى جانب ان احنا لازم تكون متوفر عندهم الوقيات والمطهرات. فكان لازم نهتم بالجزئيه دي، بداناها بتدريبات على راس العمل، بعد كده كان في تدريبات عن بعد من خلال الكونفرنس في كافه المستشفيات عندنا. طبعا لما بيجي ندخل فريق، انا عايز اقول لحضرتك بس لمسه صغيره في بدايه تشغيل مستشفى ابو خليفه، وبنجهز الفريق الطبي اللي هيدخل. لو اقول لحضرتك مثلا ان خلال ثلث ساعه تم توفير ما يقرب من 20 طبيب، وليس اجبارا ولكن اختياري محبه. قال لك انا جاهز وجاي، انا جاهز وجاي. التمريض، عايز اقول لحضرتك احنا في بدايه التشغيل كنا محتاجين مثلا حوالي 46 من فريق التمريض، كويس؟ كان موجود عندي اكثر من 90 كلهم عايزين مين اللي يقعد، كويس؟ بيسابق الثاني، الصيادله، الفنيين، كويس؟ مش عايزين ننسى حد، واحنا بنقول طيب. ولا بنقول الفريق الطبي كله. طيب دكتور سعيد، ايه الاجراءات اللي بتتم منذ دخول الفرقه الطبيه داخل المستشفى، سواء كانت حجر صحي او مستشفى عاديه، وان كان هناك العديد والكثير من المستشفيات التي يتم تخصيصها حاليا للكشف عن فيروس كورونا، ايه الاجراءات اللي بتتم لحمايه الفرقه الصحيه والفرقه الطبيه منذ الدخول الى المستشفى وبقاء 14 يوم داخل المستشفى وخروجه من المستشفى؟ من لحظه الدخول الاولى احنا بنستقبل جميع الفرق الطبيه اللي داخله من خلال الرابيد تيست، اللي هو الاختبار او الكاشف عن الكوفيد 19 السريع. سريع. وعلى هذا الاساس بيتم دخول الفريق الطبي، ويتم التعامل من خلال الوقيات المتوفره، ومتوفره الحمد لله رب العالمين بالسكات متواجد عندي سواء في المديريه انا كمخزني او في المستشفى نفسها. وسبل الاعاشه وجوده الاعاشه اللي موجوده ليهم، مع شرح للباس واي او الاجراءات حتى في التعامل الداخليه بينهم. في نهايه الاجراء وهم خارجين كل الفريق الطبي بيتم عمل بي سي ار لي، كويس؟ وعلى هذا الاساس بيتم خروجه. عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان دكتور سعيد، جميع اعضاء الفريق الطبي بيتم عمل البي سي ار بغض النظر عن وجود اعراض العمال. العمال، حضرتك انا بقول الفريق الطبي في مستشفيات العزل، الفريق الطبي حضرتك خد فريق الصندقه اللي موجود في المطبخ، العمال اللي هم السيرفس اللي موجودين، الفنيين، التمريض، الاداريين، الاطباء، الصيادله، كل الفريق ده حضرتك هو خارج كله بيخضع للبي سي ار وملوش علاقه بظهور الاعراض. بالظبط. دي جزئيه ثانيه خالص، موضوع ظهور لا، لو احنا بنتكلم بقى خلال 14 يوم عمل، لو في حد من اعضاء الفريق عندي حس بارتفاع في درجه الحراره او اي اعراض مهما تكون حتى لو بسيطه، اول خطوه بنعملها اوتوماتيك بنعزله وبتعمل له مسحه. عايز اقول لحضرتك احنا بنطلع النتائج ما بين من 4 لـ6 ساعات بيكون عندنا نتائج. لان انا عندي مثلا في اسماعيليه انا عندي وحدتين للبي سي ار، واحده موجوده في حميات اسماعيليه وواحده موجوده في مستشفى ابو خليفه. تمام؟ فحضرتك كل السبل دي احنا واجراءات التداخل فيها بتتم بسرعه وبتتم للجميع ومفيش تفرقه. طيب حضرتك اكيد متابع المعلومات والاشاعات اللي بتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يومين وحتى ربما هذه اللحظه، فخلينا نفند هذه الاشاعات المنتشره. كان في حديث ان بيتقال ان الاطباء حتى وان تم ظهور الاعراض عليهم بيتم اجبارهم على العمل داخل المستشفى. أولًا زي ما قلت لحضرتك في البداية، الجزئية ما فيش فيها إجبار،
حضرتك انا مستشفى ابو خليفه لو انا بتكلم انا في الويف رقم 7 تمام؟ احنا لغايه الويف رقم 5 كان كل دخول الاطباء والاطقم الطبيه كلها بالمحبه، يعني اللي حابب. بدانا نعمل جداول ونعمل ترتيب للفرق بدايه من الويف رقم 6 تمام؟ جزئيه ان فيها اجبار بحاله. نمره 2 لو جينا في جزئيه بقى البي سي ار، هل هعمل او ما اعملش في حاله ظهور الاعراض؟ انا والله ما حصل واكيد انا عندي بس مش من الاطباء، مستشفى ابو خليفه من المستشفيات اللي استقبلنا فيها مصابه من الاطباء في جميع يعني من حوالي 9 محافظات. وصل عندي قرابه 50 مثلا من اعضاء الاطقم الطبيه، في منهم مشارك وغير مشارك في منظومه مكافحه فيروس كورونا. كلهم تلقوا نفس العلاج ونفس الخدمات داخل مستشفى ابو خليفه. فمين بيقول ان انا ما بقدمش خدمه او ان انا بجبر الاطباء او ان انا ما بعملش تحاليل بي سي ار؟ لم يحدث، ونقدر نستشهد بالاطباء نفسها كويس، والاطباء نفسها هي اللي اكيد هتؤكد، لان انا مش محتاج حد يتكلم عن الطبيب بتاعي، ما هو الطبيب بتاعي ده كويس، وانا اسف اللفظ بتاعي يعني، الطبيب زميلي، هو طبيب زميل وهو الاداه اللي احنا بنشتغل بيها في موجه المرض. مين اللي بيقابل النهارده لما بنتكلم ان احنا عندنا قرابه 17,000 مصاب في مصر، هو مين اللي عالجهم؟ ما اكيد الاطباء والاطقم الطبيه كلهم. الطبيب مش محتاج حد يتكلم عنه، ولا التمريض محتاج حد يتكلم عنه، هو يقدر يتكلم ويرد عن نفسه. لسبب بسيط خالص حضرتك، ما هو لو هيتكلم هتكتشف ان هو موجود في ميدان المعركه، اما اللي بيتكلم ده مش موجود معانا اصلا. صحيح. طيب توفر الادوات الصحيه والمستلزمات الوقائيه داخل المستشفيات يا دكتور؟ اكلم حضرتك وباريحيه. حضرتك لو انا بتكلم على محافظه اسماعيليه، وطبعا طالما موجود في اسماعيليه اكيد هتبقى كل المحافظات هتركبوا بس كلها شباب بعضها. كويس؟ حضرتك انا عندي من الوقائيات الشخصيه والمستلزمات الخاصه بمكافحه العدوى صيان لجميع الاطقم الطبيه او كمستهلكات للمستشفى نفسها كميات تكفي شغلي كويس، وعندي استوكات عاليه وقت احتياجي من الـ من الـ من الوزاره، مخزن صيان، مخزن التمويل الطبي بالعباسيه. انا ببعت عربيات، وما ببعتش عربيه، انا مثلا في اسماعيليه ببعت 8 عربيات تستلم المستلزمات بتاعتي قبل ما رصيدي يكون ضرب على الاقل 30%. ده بالنسبه للمستلزمات. لو بنتكلم في جانب المطهرات، ما اقدرش اقول ان انا مستشفى بقدم خدمه ومحافظه بقدم خدمه لجماهير قرابه 1,300,000 نسمه وانا ما عنديش من الحفاظ على الفريق الطبي، او عندي مقومات التشغيل بتاعي، والا على الاقل كان المواطن نفسه هيشتكي قبل الفريق الطبي بتاعي. طيب هل ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي والدعوات التخريبيه والاشاعات اللي بتطلقها جماعه الاخوان الارهابيه والمنابر الاعلاميه التابعه لجماعه الاخوان، هل بتؤثر على الحاله النفسيه، على الصحه النفسيه للاطباء؟ نهائي. وانا بدعو حضرتك نعمل تسجيل او لايف مع الاطباء داخل مستشفى ابو خليفه ومستشفى حميات اسماعيليه ومستشفى صدر اسماعيليه، مستشفى اسماعيليه العاد، واي مستشفى موجوده في محافظه اسماعيليه، ونقابل الاطباء اللي في الميدان، الاطباء اللي بتشتغل فعليا. انما حضرتك فئه معينه او جماعه معينه عايزه تستقطب لي الحديث عن الاطباء والفريق الطبي، ابدا، ده لازم يكون مرفوض، ولازم كلنا نقف في وشه، لسبب، لان اللي بيشتغل ما بيتكلمش للاسف شغله اللي بيتكلم عنه. صحيح. الدكتور سعيد مأمون، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات، وأستاذنك تبلغ شكرنا وتقديرنا لجميع الفرق الطبية الموجودة عند حضرتك في الإسماعيلية وفي كافة ربوع مصر، الذين يعدوا الخط الدفاع الأول عن هذا المرض وعن المجتمع لمواجهة هذا المرض. للحديث أيضا عن هذا الموضوع انضموا إلينا هاتفيا الدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الطب الوقائي. دكتور محمد مساء الخير، وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية، وكل عام وأنت بخير. والدكتور سعيد كان معنا منذ قليل وتحدث عن مدى توافر المستلزمات الوقائية للحيلولة دون وصول وانتقال هذا المرض من المرضى إلى الفرق الطبية. دعنا بداية نتحدث حول أنتم كطب وقائي، ما هي الإجراءات التي يتخذها قطاع الطب الوقائي حتى يتم حماية الأطقم الطبية، حتى يتم حماية الفرق الطبية
كافه اعضائها من وصول هذا المرض وانتقال هذا المرض من المرضى الى الاطباء. اذا سنعود للاتصال مره اخرى بالدكتور محمد حسنين رئيس قطاع طب الوقائي للحديث حول الاجراءات التي تتخذها الدوله ممثله في قطاع طب الوقائي للحيلوله دون وصول هذا المرض وانتقال العدوى من المرضى الى الاطباء. لكن كما قلنا وزاره الصحه ومؤسسات الدوله بشكل كامل تبذل جهودا كبيره للحيلوله دون انتشار هذا المرض بشكل كامل في مصر، لا سيما بين الاطباء وبين الفرق الطبيه التي نعول عليها كثيرا في حمايه المجتمع من هذا المرض. على سبيل المثال بالامس وزيره الصحه اصدرت بيانا اعلنت فيه انه تم تخصيص دور واحد في كل مستشفى عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية. أيضا هذا البيان جاء فيه أنه تم إجراء تحاليل لكافة الأطقم عند دخولها المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، أيضا عند خروجهم من المستشفى بعد الانتهاء من عملهم بواقع 14 يوم، وتم إجراء تحاليل فورية لمن يظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية هذا العمل. سنكمل ما تقوم به وزارة الصحة، لكن يبدو أننا عدنا مرة أخرى مع الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع طب الوقائي. دكتور محمد أرحب بك مرة أخرى وكل عام وأنت بخير. ما هي الإجراءات التي يتخذها قطاع طب الوقائي للحيلولة دون وصول وانتقال العدوى من المرضى إلى الأطباء والفرق الطبية؟ ألو دكتور محمد، هل تسمعني حاليا؟ ألو دكتور محمد، سنعود مرة أخرى وسنكمل هذا البيان الذي أصدرته وزارة الصحة بالأمس. قالت أيضا الوزارة أنه تم إجراء التحاليل الدورية للأطقم الطبية في جميع مستشفيات بما فيها طبعا مستشفيات العزل، وتم إجراء 19578 تحليل بالكشف السريع و8913 تحليل بي سي آر. أيضا تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات، من ضمنها 247840 كمامة N95 و37500 كمامة طبية عالية الكفاءة و5 مليون 589590 ماسك طبي و33160 قفاز طبي و331200 قفازات طبية معقمة و4725 نظارة حماية و147500 ملابس جراحية معقمة و228049 بدلة طبية كاملة و2250 وصلة تنفس صناعي و1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل. بالتأكيد هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة ليست الأولى وليست الوحيدة. منذ بداية هذه الأزمة وفي الأيام الأولى بل في الساعات الأولى من بداية هذه الأزمة، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد عقد اجتماع موسع مع القيادات الطبية والمسؤولين حتى على المستشفيات العامة والمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي، يعني المستشفيات الجامعية، وأصدر عدد من القرارات. من بين هذه القرارات زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه. أيضا تم إقرار إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية وصرف مكافآت استثنائية لجميع العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر. هذه بعض من حقوق ربما وتقدير الدولة ومؤسسات الدولة للفرق الطبية والعاملين في هذا المجال الطبي الذي يعول عليهم كثيرا كباقي دول العالم في التصدي لهذا المرض في الحيلولة دون انتشار هذا المرض لباقي أفراد المجتمع، وعناية يعني أن يعتنوا كثيرا كما هي العادة بالمرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا. ووصلنا حاليا إلى 17 أو أكثر من 17 ألف مصاب، ثلثهم تقريبا تم إخراجهم من المستشفيات بعد شفائهم تماما من هذا المرض. ولولا وجود الفرق الطبية، لولا وجود هؤلاء الأطباء الذين يصرون على إتمام عملهم لما خرج كل هؤلاء الذين كانوا مرضى والذين تم شفائهم من هذا المرض من فيروس كورونا. نأمل أن يستمر الأطباء وأن تستمر تقدير المجتمع وتقدير الدولة لهذه الفرق الطبية حتى يتم مواجهة هذا المرض، ونحن لا نستغني عن هذه الفرق الطبية والأطقم الطبية سواء في ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا أو حتى في كافة المستشفيات الخاصة والعامة في المجتمع. يهمني اني اوصل لكم في مساله معالجه كورونا كازمه وكوباء عالمي ان الدوله المصريه خدت القرار وجبهه التحدي خدت بالاسباب وبذلت كل الجهد وما زالت.
سعت القيادة السياسية إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير المنظومة الصحية في مصر من خلال حزمة أطلقها سيادة الرئيس للرعاية الطبية في مصر عام 2018، مشروع التأمين الصحي الشامل وإنشاء مستشفيات نموذجية متكاملة على أعلى مستوى طبقاً للمعايير العالمية. بالنسبة لمستشفى بوتيك دي واحدة من سلسلة المستشفيات الوزارة أنشأتها بتوجيهات رئاسية، هي تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة لأسيوط. تم رفع القدرة الاستيعابية للمستشفى، بقت 200 سرير إجمالي، 140 منهم عناية متوسطة ومنهم 60 سرير عناية مركزة. تم إمدادنا ب 50 جهاز تنفس صناعي، وبقى القوة الإجمالية 60 جهاز تنفس صناعي، 196 جهاز مونيتور. مستشفى بلطيم مركزي خضعت لتطوير شامل في السنوات الأخيرة، وبعد التطوير اتضمت للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية. في معركة وقودها التضحيات من أجل إعلاء صحة الوطن، بعد انتشار فيروس كورونا عالمياً، استطاعت الدولة المصرية التصدي لتلك الجائحة بتخصيص مستشفيات المنظومة الجديدة والمجهزة على أعلى مستوى للعزل الصحي للمصابين بالفيروس بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة. إنجازات ونجاحات لم تكن أبداً وليدة الصدفة. تخطيط استراتيجي مسبق ساعد الدولة على التصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على جسور التنمية التي لطالما سعت إليها القيادة السياسية. القوة الاستيعابية وصلناها ل 127 سرير، 37 سرير عناية مركزة، رفعنا عدد أجهزة التنفس الصناعي من 6 أجهزة تنفس صناعي ل 42 جهاز تنفس صناعي. أبداً لا تألو الدولة جهداً من أجل أبنائها. عناية طبية فائقة يتلقاها مريض فيروس كورونا داخل المستشفيات الجديدة التي تم تخصيصها للعزل، بدءاً من ثبوت إيجابية التحليل واستقبال المريض ونقله إلى مستشفيات العزل والدعم النفسي المقدم، ثم الإقامة وتلقي العلاج، مع التشديد على إجراءات مكافحة العدوى خلال فترة إقامته. المستشفيات تقوم بتقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى طبقاً للبروتوكولات العلاجية المحدثة التي وضعتها اللجنة العلمية. بروتوكول اتعمل على أعلى مستوى، تريسنج اتعمل الحالات على أعلى مستوى أو تعقب الحالات على أعلى مستوى. كل مهمتنا إن احنا نطلع نطمن أي بيشنت في أوضته كده ونتكلم معاه نشوف مشاكله. عامل إيه؟ الحمد لله. مستك سكر يا عم حسن. أول ما بنستقبل المريض في المستشفى بنعمل تقييم لحالته، هي بتكون بسيطة أو متوسطة أو حرجة. على هذا الأساس بنعمله كل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وعلى طول بنديله كورس العلاج طبقاً للبروتوكول المحدث من وزارة الصحة، وده بيبقى لمدة 5 أيام مع مراعاة تاريخ المرضي لكل الحالات. العلاج بتاعنا في مواعيده، كل حاجة متاحة في أي وقت، خدمة ممتازة، دكاترة بيهتموا بكل شيء، بكل صغيرة وكبيرة، وبنعمل تحاليل الـ PCR وبنعيد بعديها بـ 48 ساعة للتأكد من تمام شفائه. أخدت العلاج 5 أيام وبقيت بكل 48 ساعة تعملي PCR. إحنا هنا بنعمل كل التحاليل الخاصة بالمريض. فكانت الخطة اللي وضعتها وزارة الصحة ومعالي وزارة الصحة إن إحنا نتوسع في محافظات مصر كلها، وفعلاً بالفعل بقينا دلوقتي 30 معمل PCR بيعمل تحليل الكوفيد 19 زيه زي المعامل المركزية. فدلوقتي إحنا موجودين في كل محافظات مصر. تلك المستشفيات هي حق لكل مواطن مصري أن يعالج فيها بمبدأ المساواة، فأصبح المواطن المصري يتلقى الخدمة الطبية على أعلى المستويات بالمجان. هنا ما فيش فرق ما بين غني وفقير. Here it's a hospital, it's for free and you are welcome, you are Egyptian, we do our best for you. بعربية الإسعاف إجت قامت أخداني وقامت مجايباني هنا، سألت على أبويا طلعوني لأبويا هنا قعدت معه. من الناس أيما بالواجب وأي طلبات بنطلبها بتيجي من غير أي مقابل. لو في مريض طلب مني أكلة معينة خلي الشيف يعملها له، لأن دي إحنا ما نقدرش نتأخر عنه فيها. طليبة بتمتحن وعايزة تمتحن، فأنا ما لقيتش غير إن أنا أرفع التليفون أكلم معالي الوزيرة، وفي نفس اليوم فوجئت إن فعلا جايين وتعاقدوا معايا على خط النت وركب
عشان الطالبة تمتحن. الأطفال الصغيرة من أول ما ياروا تورتة عيد الميلاد اللي كانت فرحانة بيها لإيلين اللي جبنا لها فوانيس. بجد أنا شفت منظومة ما تخيلش إني أشوفها. والله شفت حاجة أنا ما تخيلش إن المستشفيات الحكومية المصرية فيها الخدمة دي. الناس دي خدوني من الموت ردوا لي حياتي تاني. دول ملايكة مصر ماشيين على أرض مصر. عارفة نفسي إن أنا إيه يعني ضايعة لإني واحدة حامل وعنديها كورونا ومناعتها ضعيفة. شوفوا النهاردة ليها كام يوم وهي والدة مولودة ما مسكتهاش. بصراحة الحكومة دارت الأزمة على أعلى مستوى، وفرت المستشفيات، وفرت العلاج، وفرت الرعاية، وفرت كل حاجة بصراحة. يعني الحمد لله ربنا يحمينا يا رب، إن شاء الله ويحمي الدولة بتاعتنا ورئيسنا وإن شاء الله خير بإذن الله. الرأي نشكر نشكر نشكر، أنا شخصيا أفدي بحياتي. ده ايه الرئيس ده؟ ده ايه الرئيس عبد الفتاح السيسي ده؟ ايه اللي بيعمله معايا ده؟ ايه الراجل ده؟ ايه بجد 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 الراجل ده خايف على اهل البلد. اسمحوا لنا باسمي وباسم كل المصريين اتقدم للقطاع الطبي في مصر، اطباء واطقم تمريض، كل التحيه وكل التقدير وكل الاحترام لكم وكل الشكر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم اجمع. للحديث عن هذا الموضوع ايضا انضم الينا هاتفيا الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحه للطوارئ والرعايه العاجله. دكتور شريف مساء الخير واهلا بك في هذه الجوله الاخباريه وكل عام وانت بخير. ما هي الاجراءات التي اعتمدتها وزاره الصحه لحمايه الاطقم الطبيه والفرق الطبيه داخل المستشفيات بما فيها طبعا مستشفيات العزله؟ طبعا في الاول اقدم بالتهنئه لجميع المشاهدين المصريين وكل الامه العربيه بحلول عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا جميعا بالخير كده، والسنة الجاية تكون الوضع أحسن كثيرا بإذن الله. طبعا الوزارة ومعالي الوزيرة عاملة اهتمام خاص بالأطقم الطبية، وكلنا نعرف أهميتهم وكلنا نعرف الركن الرئيسي في هذه المنظومة هم الأطباء والتمريض والمجاميع كل الأطقم الطبية لأعدادها وأهميتها، وإن هم الخط الأول لمحاربة هذا الفيروس اللعين المستجد على البشرية كلها. وبرضو أحب أقول إن إحنا شايفين وقارين إن كل النظم الصحية في العالم تم العظيمة اللي هما بيتباهى بها البلاد المتقدمة جدا علميا حصل فيها بعض الانهيارات نتيجة الانتكاسة دي كلها جت نتيجة مرض الأطباء والتمريض وأعداد الكثيرة التي وصلت لهذا الوضع. فطبعا من أول يوم إحنا مع الوزيرة والوزارة كلها والحكومة كلها بتحافظ على أولادنا الخط الأول في هذه المعركة. امبارح حصل بيانات من معالي الوزيرة للتأكيد ومتابعة كل الأجهزة والمستلزمات التي يحتاجها أي طبيب أو أي تمريض لمكافحة العدوى، والبيانات يلبس ايه في المكان ايه ويحط ايه في المكان ايه. وابتدينا ننوه على هذه مرة اخرى ونتابع مديرين المستشفيات لتوفير كل ما يحتاجه اي طبيب او اي عضو هيئة التمريض في هذه المستشفيات. الى جانب ان احنا تم وضع عدد من اسرة من الاسرة العادية في المستشفيات واسرة الرعاية المركزة تحت امر اعضاء الفرق الطبيه في حاله لا قدر الله مرضهم او تعرضهم لاي نوع من انواع الالتهابات او احتياجهم بدخول هذه الاماكن. كل مستشفى اتخصص فيها عدد من اسرتها اجنحه للطاقم الطبي لا قدر الله لو احتاجوا ان يخشوا. واكدت معالي الوزيره على ان الاطباء وهيئه التمريض عندما يبداوا عملهم بالنظام اللي هو متبع 14 يوم ثم 14 يوم اجازه بالمنزل يتم اجراء فحص بالتي سي ار اللي هو المسح عند الدخول للتاكد من خلوهم من هذا الفيروس، وعند الخروج من المستشفى بعد انتهاء عملهم بسلامه يكون تم اجراء مره اخرى مسحه. المسحه دي لازم تطلع نيجاتيف سلبيه، ولما يروح البيت لا قدر الله لو احتاج اي حاجه يتم اعادته الى المستشفى واجراء مره اخرى المسحه، بحيث ان احنا أولادنا وكل
كل من يعمل في هذه المنظومة يكون آمن على نفسه، آمن على المريض، آمن على أسرته. طيب خلينا اسمح لي دكتور شريف نفند الاشاعات اللي انتشرت خلال الساعات القليله الماضيه. من بين هذه الشائعات واكبرها ربما كان استقاله الاطقم الطبيه داخل المستشفيات وغيرها، هل وزاره الصحه رصدت هذه الاستقالات وان كانت بالفعل استقالات رسميه او استقالات واقعيه؟ هو بصراحه اللي يقول هذا الكلام يبقى ما يعرفش المصري. ما يعرفش يعني ايه طبيب مصري، ما يعرفش ايه هو المصري، ما يعرفش اولادنا شكلهم ايه عشان يتخلوا عن المريض المصري. دي بعض المطالبات البسيطة اللي ممكن تكون بتتقال شفوية، لكن بالمنظومة اللي بيتقال دي ده طبعا احنا ما شفناهاش في اولادنا ولا واحنا مراهنين عليهم. يعني احنا لا يمكن اصدق انا ان اولادنا اللي احنا بنعمل معاهم وبنعمل معاهم يطلع منهم حاجة زي دي. فطبعا هذه اشاعات مغرضة في هذا الوقت من الاوقات، يعني أنا شايف إنها يعني ليست ذا جدوى خالص. طيب خلينا أستغل وجود حضرتك معايا وحضرتك يعني مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة. من ضمن الإشاعات اللي انتشرت إن ما فيش سراير موجودة حالياً في مستشفيات العزلة والمستشفيات العامة في الجمهورية وخصوص مرضى فيروس كورونا، هل هذا دقيق؟ هذا غير دقيق. أنا عايز أقول لحضرتك، أنا هدي لحضرتك أرقام. دلوقتي إحنا عندنا 20 مستشفى في وزارة الصحة لمستشفيات العدل. 20 مستشفى دول بخلاف المستشفيات الجامعية. ال 20 مستشفى دول فيهم ما يقرب من 2980 سرير. من بينهم 5519 سرير رعاية مركزة. نسبة إشغالنا في هذه الأسرة وأنا بكلم حضرتك دلوقتي ما يقترب من 89%. يعني بكثير 90%. بالنسبة للرعايات المركزة وهي نسبة أسرة الرعاية المركزة 17% من أسرة المستشفيات، يوجد إشغال بها 60%، يعني 40% من أسرة الرعايات المركزة فارغ مستنية تقدم الخدمة للمصريين جوه مستشفيات العادي. ده بالنسبة أما بالنسبة كمان أحب أطمن حضرتك على نسب الأجهزة التنفس الصناعي. أجهزة التنفس الصناعي إحنا عندنا 61 مريض في مصر على جهاز التنفس الصناعي فقط، 61. وأنا بقول لحضرتك إن إحنا النهاردة الأجهزة التنفس الصناعي عندنا اللي إحنا واخدينها جوه مستشفيات العدل لا تساوي أكثر من 10-15% من اللي موجود في المستشفيات وزارة الصحة المصرية فقط. احنا الحمد لله السيستم مكتمل، المنظومة مكتملة، الإشاعات مش هنقدر نوقفها. كل ما نطلبه ان احنا لا نتعدى الارقام العالية. يعني في بعض الدول حصل لهم طفرة في الاعداد لمرض الكورونا، فاحنا بس في نفس الوقت بنقول يا جماعة حاولوا ان انتوا تلتزموا للشعب، يعني بوعي الشعب يلتزم شوية طيب بالكمامات ويلتزم شوية بالمسافات وهكذا. أخيرا دكتور شريف، يوميا في البيان اليومي لوزارة الصحة دائما ما يتم ذكر أعداد الإصابات طبعا وأعداد الوفيات وأيضا أعداد الذين تحولت العينات أو التحاليل من إيجابية إلى سلبية. تقدير حضرتك وتقييمك لنسبة المتعافين طبعا مقارنة بنسبة الإصابات المرصودة. أحب أقول لحضرتك ان نسبه المعافين منها نسبه عالميه واكثر من النسب العالميه. واحب ابلغ حضرتك ان اعداد المتوفيين في مصر اعداد معقوله جدا للنسبه التوتال. واحب اقول لحضرتك ان متوسط وفيات المصريين حتى الان سنا يعني عمرا 61.3، يعني 61.3 هم اعداد. أحب أقول لحضرتك إن 84.8 من الوفيات في مصر هم وفيات معهم ما نسميه بالكوموربيديتي. كوموربيديتي عنده مرض آخر بجانب الكورونا، وده اللي إحنا بنقوله. إحنا عندنا نسب الوفيات عاملينها من أول زيرو لغاية 90 سنة. فالنسب بالنسبة لنا نسب عالمية، كل 10 سنين من العمر بنطلع النتائج بنضحيها بالنسب العالمية بنلاقي نسبتنا معقولة جدا، بالعكس أحسن كثيرا جدا من
من بلاد كثيرة. بالنسبة للأمراض اللي هي بتبقى موجودة وزيادة، اللي هي أمراض ضغط الدم وخصوص الشريان التاجي ومرضى السكر ومرضى زرع الكلى وأدوية المناعة، كل دي حاجات بنطلع النسب للوفيات فيها، والنسب بتبقى مضاهية تماما للنسب العالمية. بالعكس في حاجات كثيرة أحسن كثيرا من النسب العالمية. يعني أقول لحضرتك، فضل فضل دكتور، إن نسبة الوفيات في المرض مرض الكورونا في العالم 2% لكل المرضى تحت ال 50 سنة. 2%، ومن 50 سنة ل 59 سنة 6%. كل 10 سنوات يزيد ل 1.9، ثم 6.5 إلى أن تصل ل 7.8 عند سن ال 80. يعني 7.8 من مرضى، يعني ما يقترب 8% من مرضى الكورونا فوق ال 80 سنه بيحصل لهم وفاه. هتسالني الارقام عندنا اعلى من كده، هقول لحضرتك لان في حاجه تانية بتتدخل في منظومه الوفيات، وهي الكوموربيديتي. كوموربيديتي يعني وجود مرض اخر. نعم. لو حضرتك تتخيل ان اي مرض من الامراض اللي هي اللي انا قلت لحضرتك عليه، مرضى السكر ومرضى القلب ومرضى الكسور الشرياني ومرضى المناعيه وهكذا، كل مرة تضرب الرقم اللي أنا اديته لحضرتك ده في 3، من 2 لـ3، فممكن يصل 26% و25% وهكذا. فعشان كده احنا بنقول ابعدوا عن كبار السن. أي مريض أي واحد يلتزم أكثر من مرضى الضغط ومرضى السكر وهكذا، عشان احنا متابعين تماما، احنا نعرف كل عيان عنده ايه، وعندنا الداتا كاملة للمصريين. أنا بقول الكلام ده عشان أطمن حضرتك وأطمن كل المشاهدين إن وزارة الصحة شايفة الموقف، وبننزل بياناتنا وبنعمل مستشفياتنا الجديدة على هذه الأرقام. يعني إحنا أي مستشفى بتبني رعاية مركزة بتبقى محتاجة من 10 ل 15% من أسرتها أسرة رعاية مركزة، ولكن في منظومة الكورونا إحنا علينا شوية، إحنا علينا 17 و18% على اساس خوفا من الزيادات، ولكن لقينا ان الزيادات اقل. حتى في بعض المستشفيات الجامعيه النسبه اعلى شويه في عدد السراير الرعايه المركزه. هو انا هقول لحضرتك كده عموما، يعني عالميا لو في 100 عيان كورونا 8 منهم بيخشوا الرعايه المركزه و5 منهم بيتحط على الجهاز التنفسي. وفي مصر الارقام اللي هي، وفي مصر يا دكتور نفس النسبه؟ افندم في مصر نفس النسبه متشابهه؟ لا، احب اطمن حضرتك ان احنا اقل شويه. طيب يعني عايز اكد برضه دكتور شريف ان برغم كل هذه التطمينات والارقام اللي حضرتك رصدتها والنسب اللي هي اقل من النسب العالميه، لكن لا ينبغي ان نتهاون مع هذا المرض، ينبغي ان يعني نلتزم بالاجراءات التي تتخذها الدوله والتي تتبناها الدوله بالاجراءات الوقائيه والاجراءات الصحيه حتى يتم منع انتشار هذا المرض بشكل كامل في مصر. على اي حال دكتور شريف وديع مستشار وزير الصحه للطوارئ والرعايه العاجله، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه التطمينات وعلى كل هذه المعلومات. نذهب مشاهدينا الاعزاء لفاصل قصير، بعده نعود مره اخرى لاستكمال ما تبقى من هذه الجوله.